أحسن الله إليك. يقول السائل: هل يجوز الاعتمار على شخص متوفي؟ نعم. هل يجوز الاعتمار على شخص متوفي وهو قد وصى بمال لأداء العمرة؟ فكيف يفعل وكيف تكون التلبية عليه؟ نعم، يدفع المال إلى مسلم يعتمر عنه، يعتمر عنه وينفق هذا المال في سفره، يتزود منه في سفره، ينفذ الوصية، لأن هذه وصية صحيحة، ينفذ ويعطى المال لمن يعتمر عنه، وينوي عند الإحرام أن عمرة لفلان، ينوي في قلبه أنه يحرم عن فلان، وكل ما أدى نسكا من مناسك العمرة ينويه عن الميت، ينويه عن الميت. والنية كافية، قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم.